تم تداول فيديو لأصغر شارع أو دربونة في العالم موجودة في بغداد، لنشاهدها سويا. تبدي أصغر دربونة بالعالم، طبعا الحجم صدق صغير، حيل 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 ما أقدر أمشي بيها هيك قبل، لازم هيك أفتر بالعرض، يلا تقدر تمشي بيها عادي مع الحجم مالتها. هنا تصغر، الله يساعد العالم اللي قاعدين بيها، ما أعرف شلون صدق فيش حالة. إذا تلقانا واحد لازم واحد من عندنا يرجع حتى يخلص الثاني. إيه شلون السيارات؟ 30 متر. أوه 30ات. إيه أنا توقعت 50 60. 25. إيه صغار. بس إنها شوي عريضة عن قطب. إنها تقريبا متر. إيه. هاي توصل نهاية الدربونة بعد. عاشت إيدك يا أبا ورحمة الله والديك. وحسب ما سألت أهل المنطقة هاي الدربونة موجودة من سنة 48، يعني عمرها يوصل للسبعين سنة، لكن بعيد عن أنه هي شكلها غريب، لكن الأهالي اللي ساكنين بها يعانون من هواي شغلات، بحيث حتى قنينة الغاز بصعوبة يلا تدخل.